الشاب اللي كان شينه من الضيعة؟ لا، غريب عن الضيعة. المسكين قد ما أكلها تعذيب ما قدر يمشي على إجريه. ما حدا عارف ليه كان شينه ومعذبينه؟ كانوا بعدهم واصلين، ما حدا عارف شيء. غريب، ليه جايبينه على الضيعة؟ وليه على مركز العساكر؟ قريبا منعرف كل شيء، ما في شيء بيتخبى. الانتداب خبيث، في اشياء كتير بنجهلها عنه. أنا خايف يكون من الشباب يا نسرين. إذا من الشباب أو من غير الشباب، هيدا لبناني، والانتداب ما له حق يحكم أي مواطن. ريحة الشاي بالنعنع، أكيد مازن عملها. لا، أنا عملت الشاي لمازن وجبت حصتنا. تسلم هالإيدين. كل الناس لما بتغنى بتتغير وبتتبدل، إلا أنت. بعدك عم تشتغلي بهالبيت مثلي ومثل مازن. أنت ومازن أهل وأنا عم ساعد أهلي. منيح اثنين سكر؟ على القد، شكرا. يه، مختار جاي يزورنا. أهلا وسهلا بالمختار. أهلا وسهلا فيك، نهارك سعيد. منو سعيد أبدا. واضح إنك زعلان، خير إن شاء الله. أنت كتير صبور يا مختار، وقت اللي بتزعل يعني الله يستر. فعلا الله يستر. يمكن تتذكري الكولونيل اللي زارنا مرة يا نسرين؟ ما زارنا إلا كولونيل واحد، هو اللي نقل الضابط القديم من هون. اليوم رجع ومعه شاب، الله يشفيه ويخفف من عذابه. مازن شافه وخبرني، عرفت شو قصته هالشاب؟ شفته وشافني وحكي معي. انت قدي عمرك يا نسرين؟ سبق وسألتني مرة مين بتكون بنت الأرض، وقلت لك يا ريت بعرف. على كل حال، من وقت اللي سألتني وأنا فتح عيوني وديني على كل بنات نسوان الضيعة. انت بيعرف أسامي بنات ونسوان كل هذا ضيعة؟ هذا طلب مستحيل، صعب حدا يعرف الأسامي كلها. ما في شك بهذا مغا أو بنات؟ أنا شاكك بكتير نسوان وعم راقبهم. أنا بكرة شوف كل نسوان ضايقة غمو من 26 ل 32. أنت لازم كمان يوقف بإيد يراقب. إذا شك هذا يقول. زوجتي هي من ضمن الأعمار اللي انذكرت، أكيد ما رح تكون ضمن اللي طالبينهم. إيش اسمه زوجتي أنت؟ زينة، وهي برات كل هالمواضيع. قديش في عمر؟ 30 سنة. لازم يكون ما نسوان ضايقة. أنا بدي شوف 30 بنت ومرة. ولا هاي مرتي يا كولونيل. إلو لمرتك يجي. خلاص كلام. مع سلامة. يلا فادي روح. بدو بنت الأرض بأي ثمن يا نسرين. إذا ما بيجمع النسوان والبنات اللي طلبوا، بدو يحرق الموسم كله، الشجر والزرع. طمن، ما تحمل هم، أنا مش خايفة. وين الاجتماع بكرة؟ شي ساحة بالضيعة. لازم كل المطلوبين يروحوا، ما حدا بيقبل يشوف ضيعته عم تحترق.